مستمع الوحي او خيال عشان يكتب يالف قصه زي كده هتكون مستحيله. فبالفعل القصص الواقعيه لشعب فلسطين العريض قصص هتكون جميله جدا ومعبره، هتلهم خيال الطفل، هنشارك الطفل معانا ايه اللي بيحصل وانت مفقدين عربيه. طيب ده هنا كان بالنسبه للوم. هنبدأ نقول احنا طبعا في المشروع الشخصي اطلقت وكالة بيت مال القدس الشريف اليوم استراتيجيتها الرقمية للفترة ما بين 2024-2027، وهو تجسيد عملي للتوجه الميداني الملموس الذي تطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف في القدس تحت الإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس حفظه الله، وهو عمل موصول كما نقول دائما معهم في الشدائد كما في أيام الرخاء. اليوم هذه الاستراتيجية الرقمية تهم حاضنة المشاريع الموجهة لعشرة مقاولات ناشئة من القدس حضروا معنا في هذا اللقاء، ثم العيادة النفسية أيضا للتعاطي مع بعض حالات الاضطراب النفسي في القدس للأسف، ثم هناك منظومة للتعليم عن بعد مع جامعة القدس، وهناك تطبيقات موجهة للناشئة والأطفال للترفيه والتثقيف في فضائل بيت المقدس. هذه الاستراتيجية المندمجة، نضيف إليها منصة بيت المغرب لحماية الموروث الثقافي الحضاري الإنساني للمدينة المقدسة، وكلها تندرج في سياق اختصاصات الوكالة، وأيضا في سياق إمكانياتها المالية المتاحة. ووقعنا اليوم اتفاقيات تمويل لهذه المشاريع الناشئة لشباب القدس لمواكبتهم واحتضانهم حتى يتوفر لديهم النضج الكافي لاختراق الأسواق سواء في التجديد أو في الابتكار. هذه الفرصة هي فرصة عظيمة للأمانة وتستحق كامل التقدير والمسؤولية، الوقوف أمامها بمسؤولية حتى نقدر نحظى بمنجز حقيقي احنا نمثل فيه بلدنا فلسطين بمشاريع ريادية صغيرة التكوين نسعى أن ننطلق فيها مش بس في الإقليم لا وإنما أمام العالم. فمشروع جايتكس هو فرصة كبيرة احنا عضينا فيها، ومن هون أنا بحب أتشكر شكر خاص لوكالة بيت مال القدس وعلى رأسها أستاذ محمد الشرقاوي وإسماعيل الرملي عندنا في القدس على هاي الفرصة اللي احنا قدرنا من خلالها ننطلق فيها للمغرب ومنها قد تكون إلى العالم. وجودنا هنا كوفد فلسطيني بمثل القطاع الخاص وبشكل عام قطاع التعليم، وجودنا هون أول شيء يهدف لتعزيز العلاقات الأخوية بين المغرب الشقيق والشعب الفلسطيني وخاصة الشعب الفلسطيني داخل القدس الشريف. عملياً إحنا ننظر في إمكانية توطيد هذه العلاقات من أجل توظيف أكبر عدد ممكن من الشباب لخلق حلول جديدة ومبتكرة في مجال التعليم خاصة، وكيف ممكن يتم توظيف كمان الحلول المستجدة من الذكاء الصناعي في خدمة التعليم في الشرق الأوسط في الدول العربية في المغرب وفي فلسطين. فموضوع التعليم هو موضوع مهم جدا، هو العمود الفقري لأي اقتصاد موجود، وإحنا هون كوفد من ندعم أي حل مبتكر ومنوظفه في خدمة هاي الشعوب وخدمة الشباب وخدمة الشباب اللي ممكن كمان تؤمن وظائف جديدة في هذا المجال ووظائف مبتكرة. وصراحة هذا الانفتاح للمؤسسة على المجال السوسيو اقتصادي وهذا التعاون الوثيق اللي كربطها واحد مجموعة للمؤسسات هو إشارة بأن الجامعة المغربية جامعة حاضرة، جامعة لها كذلك الكلمة الفضلة في كل ما هو اجتماعي، في كل ما هو مقاولاتي، في كل ما هو حاضنة الشركات للمواكبة، للعمل، للإبداع، للخلق. فالحمد لله هذه واحدة من اللبنات الكثيرة التي تقوم بها المؤسسة في جميع المجالات الثقافية، الاجتماعية، المقاولاتية. وندعوكم جميعا للحضور ومتابعة كل ما تقوم به المؤسسة في هذه المجالات المتعددة، وصراحة نتمنوا كذلك النجاح والرقي لهذه البادرة اللي كتجمع ما بين المغاربة في شخص المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وجامعة القدس وكذلك بيت مال القدس تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.